بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من هيا بنا نهبد. طبعا كل يعني معظم الناس أو كلكم عارفين ما يسمى بالشيخ عبد الغني العقاري من قرية العقال البحرية في مركز البلاري في أسيوط. مشهور جدا الراجل ده على السوشيال ميديا دلوقتي، ويعني بيطرب في حفلات ومناسبات دينية في كل المحافظات تقريبا. هو طبعا بيسمي نفسه شيخ، لكن انا معرفش بالظبط هو مؤهله الديني ايه، ده اذا كان عنده مؤهل ديني او ما عندوش. هتقولي ما هو ممكن يكون علم نفسه، او يعني مش كل المشايخ او العلماء بيبقى معاهم شهادات معتمدة. طبعا هو الاصل ان في وقتنا الحالي ان كل من يتكلم في فن يكون عنده على الاقل يعني ايه الحد الادنى من العلم بتاعه، وطبعا الافضل ان يكون عنده مؤهل رسمي او شهادة بهذا الكلام. احنا كأطباء مثلا لن نقبل ان حد يتكلم في الطب بدون ما يكون واخد يعني مؤهل طب، مش لحاجة، لكن احنا بنبقى عايزين حد ضامنين ان هو عنده الحد الادنى من المعلومة الطبية السليمة. الراجل ده او الشيخ ده اللي بيقول على نفسه داعية اسلامي، طبعا داعية اسلامي معناها كده مبدئيا ان هو ما عندوش اي مؤهل ديني، ده مبدئيا كده، لان كلمة داعية كلمة يعني ابتذلت من ناس كتير جدا من غير المتعلمين. الحاجة التانية، هو الراجل ده هو قصاص، يعني هو يعني تعريفه الديني أو العلمي قصاص، والقصاصين دول موجودين من أيام التابعين، يعني من القرن الأول الهجري، وكان فيهم قصاصين بيقولوا قصص حقيقية، يعني قصاصين يعني بيحكوا قصص يعني، وكان فيهم كتير بيحكوا قصص يعني خزعبلية ومؤلفينها يعني، ومنهم طبعا اللي بيروي أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبتبقى كلها أحاديث يا إما مكذوبة أو ضعيفة أو بس المهم إن شكلها حلو. هو بيبقى عايز حاجة اللي إيه تحلي القعدة، يعني تحلي القصة هو بيحكيها، فممكن يحط أحاديث ضعيفة على الموضوع على أحاديث هو مؤلفها شخصيا. فيعني مثلا من زمان، مثلا من أيام سيدنا أحمد بن حنبل صاحب مذهب الفقه المعروف يعني، فأحمد بن حنبل كان هو ويحيى بن معين مع بعض. طبعا احمد بن حنبل لمن لا يعلم كان برضه عالم في الحديث، مش بس عالم فقه، وكان عنده كتاب المسند اللي هو اشهر كتاب ليه، ده كتاب في الحديث، وهو امام في السنه وفي الحديث وفي الفقه، فهو مش بس فقيه. وطبعا يحيى بن معين امامه الجرح والتعديل، يعني فالجرح والتعديل ده علم الرجال، علم الناس اللي بتقول الاحاديث، يقول لك فلان عن فلان عن فلان عن فلان، طب فلان ده ايه ظروفه وفلان ده ايه ظروفه وفلان ده ايه ظروفه، ده اسمه علم الجرح والتعديل، فلان ده كويس ده كذاب ده مش كذاب ده صادق ده كذا، عشان انا لما اعرف الحديث ده جاي من مين هعرف الحديث ده احكم عليه. فعلم الرجال ده كان يعني من اشهر الناس اللي فيه في وقته، كان يحيى بن معين. فعندك احمد بن حنبل ويحيى بن معين هما الاتنين قاعدين في المسجد، فطلع لهم واحد زي عبد الغني العقاري ده قصاص، فقال لهم حديث، قال لهم حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين الاثنين عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وسأل الحديث عجيب جدا إنه مش عارف من استغفر الله مش عارف أو قال كذا، أو من صلى عليه صلاة مش عارف جعل الله له مش عارف سبق خلق الله له طائرا للإنسان ده، الطائر ده ليه 70,000 راس، كل راس لها 70,000 منقار، وكل منقار له 70,000 لسان، وكل لسان يسبح الله ب70,000 لغة، حاجة كده عجيبة يعني. فأحمد بن حنبل بص ليحيى بن معين قال له ايه ده، هو في حد غيرنا بالاسم ده؟ فراح قال له اقف كده، او اللي اتكلم تقريبا يحيى بن معين، فبيقول له اقف عندك، قال له ايه؟ قال له انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، اول مرة نشوفك احنا اتنين، وانت كذاب. تفتكروا سكت ما سكتش؟ قال له لا انا، هو انت احمق؟ قال له ليه؟ ده القصاص بيقول ليحيى بن معين هل انت احمق يعني؟ قال له ليه؟ قال له احمق ازاي يعني؟ قال له او تظن انه ليس في الامه دي احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد رويت عن 12 احمد بن حنبل مش عارف 15 يحيى بن معين، يعني هو الاسم نفسه متكرر يعني، بس طبعا ده كلام فارغ، يعني في حاجه اسمها احمد بن حنبل غير احمد بن حنبل احنا عارفينه. المهم نرجع بقى للأخ عبد الغني العقاري ده طبعا لما تسمع له خطبة على بعضيها هتلاقي قصص كلها إيه مواعظ، وقصص كلها حاجات يعني إيه تعجب الناس البسطاء يعني.
لكن كلها من الناحية العلمية أحاديث موضوعة ومكذوبة وضعيفة جدا، بل منها أحاديث لا أصل لها. يعني إيه لا أصل لها؟ يعني حتى لم ترد في كتب الأحاديث الموضوعة، الموضوع يعني المكذوبة عن رسول الله. فدي أحاديث هو مؤلفها دلوقتي هو قاعد يعني. فطبعا يعني الحديث النبوي الشريف يعني الكذب فيه من أكبر الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فده يعني أنا مش عارف الناس إزاي بتستسهل الكذب عن رسول الله بهذا الشكل. يوم ما نفترض فيه حسن النية هنقول إن هو بيروي أحاديث لا أصل لها، ما يعرفش هو جابها منين، بيجيب من أي كتب من أي حاجة، يبقى هو مش عالم، ما بيلم الغث على السمين، بيجيب أي حاجة من أي حتة، بيهم حاجة تكون شكلها حلو، فيبقى كده هو جاهل. ولو افترضنا فيه سوء النية يبقى هو بيألف أحاديث أو بيتعامل بحديث موضوع وهو يعلم إنها موضوعة، يبقى هو كاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهبد بقى اللي انتشرت ليه على النت في الفترة الأخيرة، قصة الراجل اللي كان عنده انزلاق غضروفي، فراح لدكتور في أسيوط فقال له إن أنت محتاج عملية، فالعملية دي هتكلف 40,000 جنيه. فالراجل المسكين قال له: أنا معنديش حتى 40 جنيه، هديهم لك منين؟ والكلام اللي هو قاله ده طبعا. فقال له: خلاص ما معكش ما يلزمكش. أنا حمدكم كلمة كلمة يعني، في الأول فعلا ممكن العملية تكلف 40,000 لو عملها في الخاص. مفيش دكتور بيقول لمريض العملية تكلف كذا، فالمريض يقول له: أنا مش معايا تمن العملية دي، فالدكتور يقول له: ما معكش ما يلزمكش. دي مش موجودة عندنا، هذا المصطلح غير موجود عندنا في الطب. ليه؟ لأن كل مريض له بديل، اللي مش قادر يدفع الخاص بحوله على مستشفى حكومي، أو بحوله على التأمين الصحي، ماهوش تأمين صحي بعمل القرار ده في الدولة، بحوله على الجامعة على المستشفى اللي أنا شغال فيها. وهناك بقول له: بقى أنت هتروح المكان الفلاني هنعمل لك العملية هناك في المجاني. مش هيبقى مجاني بمعنى 100% صفر يعني، ممكن يجيب حاجات من بره، يجيب مستلزمات، يجيب يعني هيصرف مثلا مبلغ معين أقل بكتير طبعا من إيه، من المبلغ الخاص. الحاجة التانية ال 40,000 اللي يقولوا عليها الدكتور دي، مش هياخدها الدكتور الشرس الجشع ده في جيبه يعني. ال 40,000 دي بتبقى شاملة دكتور الجراح، زائد دكتور التخدير، زائد المساعدين طبعا، عنده دكتور مساعد صغير أو عنده حكيمة مساعدة ممرضة يعني، زائد العمال طبعا اللي هيشيلوه ويحطوه، كل ده بياخد في ال 40,000. زائد، وده الأهم وده الأكتر، اللي هو فتح أوضة العمليات، المستهلكات اللي هيستخدمها، الشرايح اللي هيركبها، الحاجات اللي هيستخدمها، والتعقيم ومش التعقيم، والأجهزة اللي هيستخدمها في داخل أوضة العمليات، زائد الإقامة بتاعة المريض نفسه في العملية قبل العملية للتجهيز والتحديد اللي هيعملها قبل العملية، وإقامته في الأوضة اللي هي في المستشفى بعد العملية، زائد كل الأدوية اللي هياخدها قبل وبعد العملية، كل ده بيتحسب في 40,000. فهو الدكتور بيقول له 40,000 دي بتبقى غالبا شاملة كل القصة على بعضها. هتلاقي في الآخر إن الدكتور خد له 5,000 في الآخر، ده بالعافية يعني. يعني لو افترضنا إن الدكتور ده صعب عليه المريض وقال له: هعملها لك ببلاش خالص من ناحيته هو يعني، بدل من العملية هتبقى 40 هتبقى 35 مثلا. فأنت فاهم القصة يعني هتبقى إزاي؟ ده يوم يعني إيه ما يعني. في المقابل طبعا لو العملية اتعملت وحصل فيها أي مشكلة، حتى لو خطأ طبي بسيط أو مش خطأ أصلا، ودي مضاعفات عادية بتحصل مع العملية دي، وحصلت إن المريض ما حسش إن هو ارتاح بالشكل المطلوب بعد العملية، ممكن عادي يشتكي من الدكتور ويطلب منه 500,000 جنيه، ولا نص، ولا 1/4 مليون، ولا 100,000، ولا 200,000 كتعويض على إيه، عشان يتنازل عن القضية مثلا. فيعني لو دكتور وقع تحت رحمة المريض ما بيرحموش، المريض ما بيرحمش الدكتور. في نفس الوقت الدكتور بيبقى أكثر واحد حريص على المريض، وبيبقى يعني أكثر واحد بيرحم التاني في العلاقة دي هو الدكتور مش المريض. فمفيش دكتور هيرد عليك يقول لك: ما معكش ما يلتمكش، ما معكش ال 40,000 اللي هتعملهم في الخاص، خلاص تعالى حولك على الجامعة، هتدفع هناك مثلا يعني، لو دفعت هناك مثلا حاجة ممكن تحتاج شوية أدوية من بره، شوية مستلزمات من بره، هتدفع مثلا 5,000 جنيه على بعضيهم. هتقول لي: ما هو برضه كتير. هقول لك: طب انا هعمل ايه؟ انا مش هحل المنظومه الطبيه كلها، انا ظروف بلدنا كده يعني. انا بقول لك اللي اقدر عليه، انا هدخلك في المجاني، هعمل لك قرار نفقه الدوله او تامين صحي،
المستشفى هتبقى ببلاش، الحاجة اللي هتتكب لك نفسها لو كنت على كده شريحة أو مسمار أو حاجة ده هيبقى ببلاش، الإقامة هتبقى ببلاش، الدكتور اللي هيعالجك ببلاش، والتخدير اللي هيعالجك اللي هيعمل لك العملية ببلاش. لكن مثلا ممكن تحتاج تجيب أدوية من بره، تجيب حاجة من بره، ده مثلا هيدخلوا مثلا في كام ألف مثلا صغيرة. فهمني القصة كده، ده اللي بيحصل. وطبعا لو قدرت أعمل لك العملية كومبليتلي ببلاش هيبقى ده أفضل، وده وبيحصل ساعات في بعض الأحوال إن بقدر فعلا أوفق كل الحاجات دي من داخل المستشفى. فمفيش دكتور هيقول للمريض ما معكش ما يلزمكش، دي أول حاجة. الحاجة التانية يقول لك مفيش رحمة ومفيش وتعليم اللي اتعلمتوه بتاع. طبعا احنا شرحنا بالتفصيل ان الرحمة دي موجودة، واكتر فئة بترحم المتعاملين معاها هم الدكاترة. ان لقيت دكتور بيقول لك الكلام ده يبقى انت اللي رايح لواحد من الاول مش كويس. يعني انت لو رحت للدكتور وقال لك ما معكش ما يلزمكش، خلاص روح لحد غيره. بس ادي كل القصة. فالحاجة طبعا انا كدكتور ودكتور روماتيزم وموضوع الانتزاخ الغضروفي ده انا بتواجه بيه مع مرضى كتير، والطب بيقول عندهم هذا المرض ده وبحولهم لدكتور مخ واعصاب او بعالجهم انا. ده غير ان انا اصلا كان عندي انزلاق غضروفي في فتره كبيره من الزمن يعني. فمش كل انزلاق غضروفي معناه عمليه، ده اصلا يعني. ولو الدكتور قال لك اعمل عمليه وانت خايف من العمليه، روح لواحد تاني، خد راي واحد تاني، مفيش مشكله، واحد تالت مفيش مشكله. لو اجمعوا ثلاثه ولا الاثنين اللي تروح لهم ان هي لازم عمليه، يبقى خلاص يبقى انت كده في حاله انك انت محتاج العمليه فعلا، ساعتها نفكر. انما واحد قال لك عايز عمليه وانت معكش او مخايف من العمليه او مش عايز تعمل عمليه دلوقتي، روح لواحد تاني ممكن يديك علاج تتحسن بيه من غير عمليه. فدي حاجه تانية. الحاجه الثالثه بيقول لك انتوا شايلينه عيال فوقعوا يتحلقوا بيه فاستقام العمود الفقري. طبعا دي استحالة علمية. هتقول لي ما دي معجزة حصلت والراجل ده راجل طيب وربنا يرحمه ومن بنكش على الدكاترة والكلام بتاعكم ده، فاستقام العمود الفقري كان معجزة من ده. طبعا مبدئيا كده عصر المعجزات الخارقة للنواميس الكونية انتهى. يعني ايه خارقة للنواميس؟ يعني عصر المعجزات اللي هي ما ينفعش يكون ليها تفسير علمي ده انتهى بموت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محدش يدعي لنفسه او لغيره حدوث معجزات. لا تقول لي القسيس اللي قال ان في قشرة طبق ميه قفلت الثقب، ولا الشيخ اللي قال ان في واحد وقع فاستقام العمود الفقري. دي لا دي صح ولا دي صح، علميا ما تحصلش. يعني برضه القصة التانية بتاعت الطبق ميه اللي لزقت قشرة طبق ميه في ثقب القلب فقفلته، مفيش. هو الطبق ميه قشرة الطبق ميه هتوصل ازاي اصلا للقلب؟ ده في معدة وفي امعاء وفي منظومة مقفولة اسمها الجهاز الهضمي، ما بيطلعش منها الغذاء الا مهضوم، وقشرة الطبق ما بيتهضمش فبين زي ما هو في البراز ده اصلا. المهم فقصة استقامة العمود الفقري والمعجزات دي مفيش معجزة بتحصل بالشكل ده. المعجزات اللي ممكن تحصل، احنا اكتر ناس كدكاترة بنشوف المعجزات، اكتر فئة من البشر بتشوف معجزات الله في خلق الله هم الأطباء. معجزات بمعنى ايه؟ معجزات خد بالك غير خارقة لنواميس الكون. بمعنى ايه؟ انه عيان انت شايف بالورقة والقلم ان هو 99% هيموت، وبتدي له علاج وانت يعني فاقد الامل بشكل كبير جدا ان هو ان العلاج ده ممكن ينفع معاه، فتحصل المعجزة هنا في الحتة دي والعيان يخف. بتحصل ان عيان بالورقه والقلم العمليه دي مش هتنجح فتنجح، ان انت بالورقه والقلم العيان ده دخل في مرحله من الغيبوبه الشديده حاجه اسمها كوما، وان الكوما دي وصلت لمرحله متاخره جدا، وان العيان ده انت يعني بتقول خلاص انت يعني بدات تستعد نفسيا ان هو هيموت، وممكن قلت كمان لاهله يعني ايه شوفوا ايه ظروفكم الراجل بتاعكم ده يعني ايه بيموت خلاص، هو بحسابات البشر هو بيموت. هنا ممكن تحصل المعجزة وان هو يفوق، بدل ما هو داخل في سكة ان هو بالورقة والقلم بيموت، لا ما يموتش يعيش شوية. ممكن ما يعيش كتير على فكرة، بس برضه تبقى معجزة. يعني ممكن يعيش اسبوع او شهر سنة حتى بعديها، هو كده هيموت برضه، مش هو كلنا هنموت في الاخر، بس الفكرة ان هو يعني ما رجعش ما بقاش ما خفش. يعني المريض غيبوبة كبدية وانت شايف ان هو 99.9% سوف يموت، لكن ما ماتش صحي
وفاق وبقى كويس. ما بقاش كويس، الكبد ما رجعش سليم، هو لسه عنده كبد فيه تليف ولسه عنده خطور في وظائف الكبد، وممكن يعرض لغيبوبة تانية في أي لحظة، وهيموت طبعا عاجلا أو آجلا، وغالبا هيموت بنفس المرض بتاعه. دي المعجزات اللي ممكن نشوفها في الطب، إنما معجزة بمعنى إن واحد عنده انصداد غضروفي فيقع فالغضروف يتصلح ما بتحصلش، وصعب تحصل، مش صعب، مستحيل تحصل بهذا الشكل اللي بيحكيه، لأن الغضروف اللي طالع من مكانه مش هيرجع تاني في خبطة. هو ممكن حجمه يقل بالتدريج، ما بتحصل دي، وعشان كده احنا بنقول ان مش كل غضروف له عملية، ان مع الوقت ممكن بيحصل له تليف، جهاز المناعة بيهاجمه فبيحصل له تليف، بيكشف الحجم الغضروف اللي طالع من مكانه ده، وبالتالي بيبعد عن العصب اللي هو عامله اللي هو كان ضغط عليه، وبالتالي أعراض الغضروف بتختفي أو بتقل. وفي هذه الحالة يبقى أنا إيه، كفى الله المؤمنين القتال، وانا مش هعمل عمليه. طيب الحاجه المهمه بقى ان هو من جهل هذا الرجل في الطب، وطبعا هو جاهل في كل حاجه، في الدين وفي الطب وفي كل حاجه، بيقول لك ان استقام العمود الفقري. اولا لو استقام انا ازعل مش هفرح، انا كطبيب لو شفت عمود فقري مستقيم انا العيان ده هزعل، هقول ده عنده مشكله هديله علاج، لان الطبيعي في العمود الفقري ان هو مش مستقيم، هو على شكل حرفين اس شاكين في بعض، يعني فقرات الرقبه طالعين لبره، فقرات الصدريه داخلين لجوه، القطنيه طالعين لبره، والعجزيه داخلين لجوه، فعاملين اتنين اس شاكين في بعض. ده الطبيعي. لو استقام يبقى في مشكله في هنا، في عضله، في شد عضلي جامد، او في مشكله في الفقرات. لو عملت اشعه عاديه ولقيت الفقرات مستقيمه بهذا الشكل، انا هعمل اشعه تقليديه وهعمل مقطعيه وهشوف الدنيا دي سببها ايه، وهديله علاج، هزعل مش هفرح. فيعني ده ينم عن جهل مطبق لهذا الرجل. نرجع لموضوع الفلوس، وان الدكتور اللي ما عندوش رحمه قال له انت مش خدت كشفك خلاص، انا ربنا يتولاني بقى ومش عارف ايه والكلام ده، وانه الدكتور كان عايز منه 40,000 جنيه للعمليه، وقال له لو ما معكش ما يلزمكش. انا عايز اسال بس الاخ عبد الغني العقاري ده واقول له انت الليله بتاعتك بكام؟ انت راجل قصاص بتدعي انك انت داعية اسلامي، انت بتشتغل على المدفع بروروم، بتشتغل بتقعد تقول حواديت، طبعا هو بيصادفوه في المناسبات الدينيه في الافراح، واحد عامل فرح مثلا ليله قران مثلا، بدا بيعمل فرح رقص ودانس، بيجيب ليله قران، يجيب واحد شيخ يقرا قران، ويجيب الشيخ عبد الغني ده يحكي قصص في نفس ايه، في نفس القعده، او في عزاء ممكن يجي برضه، او في مناسبه مثلا مولد نبوي وبتاع، ففي واحد عمده ولا شيخ ولا شيخ بلد يعني قصدي، فحب يجي يعني يوجب مع العيله بتاعته ولا مع البلد بتاعته، فهيجيب لهم الشيخ العقاري ده عشان يديهم كده ايه، ليله ايه ذكر يعني، او ليله حواديت دينيه يسميها داعيه اسلامي، او ليله مواعظ يعني. فعايز اساله الليله بتاعتك بكام؟ انا المعلومه اللي عندي ان الراجل ده بيطلع طبعا على مستوى الجمهوريه، الليله بتاعته اليوم الواحد بتاعه طبعا، اليوم بتاعه بيبقى ساعتين مثلا بكتير قوي يعني، مش هيقعد 6 ساعات يتكلم، هو بيبقى ساعتين طبعا، بياكل ويشرب ومواصلات على تبقى على اللي عزمه، وبياخد في ايده ما بين 25 ل 50,000 جنيه في الليله الواحده. دي المعلومه اللي عندي. اذا كان بياخد اقل من كده يطلع يقول لنا هو بياخد كام، يا سيدي هفترض ان هي مش 25,000، هفترض انه بياخد 5,000 جنيه بس، 5,000 جنيه في الليلة. لو بيشتغل 20 ليلة بس في الشهر و10 ايام بيريح، يبقى كده بياخد 100,000 جنيه، ده بافتراض انه بياخد 5,000. لكن انا بقول لك الليلة اللي انا اعرفها عنه ان بياخد ما بين 25 ل 50,000، حتى طبعا ايه، حتى طبعا الناس اللي عازمين مستواهم عالي قوي ومتصنف، وحسب برضه مناسبات، لو في ايام المناسبات بيعلي المناسبات الرسمية الدينية يعني، يعني المولد النبوي، رأس مش عارف السنة، الإسراء والمعراج، الحاجات دي لما بيطلب في أيام المناسبات دي بيطلب أرقام أعلى بكتير. لو حد راح له بقى وقال له أنا عايز أعمل ليلة قرآن فرح ابني ولا فرح بنتي ولا عزا أبويا مثلا، وعايز أجيبك مثلا في الليلة دي بس أنا فقير ومعيش، هل هيقدر يروح؟ ده السؤال التاني. يبقى السؤال الأولاني بتاخد كام في الليلة يا عم الحاج يا عم الشيخ؟ والسؤال التاني لو حد طلبك ببلاش وقال لك أنا ما عنديش فلوس، وأنت راجل بتاع ربنا وبتاع دينه وتقول قال الله وقال الرسول بالكذب طبعا، بس أنت هفترض إنك أنت راجل شيخ صح، فلو حبيت أجيبك ببلاش
هتيجي ولا لا. هو اشمعنى الدكتور هو اللي مطلوب منه يشتغل ببلاش في البلد دي؟ يعني الدكتور لو طلب 40,000 جنيه ياخدهم في جيبه للعملية غير المستلزمات وغير المستشفى، وغير يقولك ولا انت حاسب المستشفى منك لنفسك. لو طلب كده اللي يوافق على كده خلاص يبقى ده عقد بين المتعاقدين، انا طالب حاجة هقدم لك خدمة طبية مقابل تمن، انت معاك تماما، ما معاكش نشوف بقى تعملها فين. زي ما قلت لك الدكتور بيدي اوبشنز وبيدي اختيارات كتيرة للمريض، المريض اللي مش قادر على التكاليف الخاص الدكتور بيوديه للمجاني وللعام، بمناسبة المجاني ما بقاش مجاني قوي يعني للدكتور يعني مش للمريض. انا لما بحول، انا طبعا انا مش جراح عن نفسي يعني، بس الجراح يعني لما بيحول المريض بتاعه للتأمين الصحي مثلا او لنفقة الدولة بياخد الدكتور مقابل عن العملية اللي عملها بإيده، طبعا أقل بكتير من المقابل بتاع الخاص، لكن الموضوع مبقاش ببلاش قوي يعني. فطبعا المريض ما بيدفعش حاجة، التأمين الصحي هو اللي بيحاسب، لكن يعني بياخد له مثلا مبلغ طوعية كده حاجة رمزية بس، هي تقديرا لأن الدكتور ده راح عمل عملية في الشكل الفلاني. وده طبعا ده أقل حاجة ممكن يعني، يعني من أقل الناس تقديرا في الـ في الـ يعني من أقل الأطباء تقديرا في العالم الأطباء المصريين من الناحية المادية يعني. انت عشان تعمل الحاجة دي بره على حسابك بتكلف أضعاف الرقم ده بشكل كبير جدا. فزي ما قلت لك الدكتور لما لو انت قلت له انا مش معايا تمن العملية هيقول لك في اوبشنز تانية ممكن تعملها في المجاني في نفقة الدولة او في التأمين الصحي. لكن هل الشيخ عبد الغني المقالي له اوبشنز تانية؟ يعني لو حد قال له انا عايزك في ليلة عندي ببلاش، هل في نفقة الدولة او تأمين صحي او تأمين دعوي بقى هتغطي تكاليف الشيخ ده انه يجي عندي بمبلغ اقل شوية او حاجة وهيرضى يجي؟ ده انا قلت لك لو انا قلت له، لو قال لي عايز في الليلة 25,000 وانا قلت له معايا 20 ممكن ما هيرفض يجي، لان هو عنده تسعيره معينه عايز يجي عايز يعطيها. ف يعني انا مش عارف اقول ايه هذه الاشكال يعني. هو اولا لا هو عالم ولا بيتكلم بعلم ولا في الكلام اللي بيقوله اي حاجه صح، كل قصص كلها الغرض منها هو انه يشوف الناس اللي قدامه عايزه ايه ويقول لها اللي هو اللي هم عايزينه. شاف الناس اللي قدامه متعلمين وعايزين حاجات بيقول لهم حاجات زي اللي هم عايزينها، شافهم ناس بسيطة وعايزين قصص عن في مواعظ ومعجزات وبتاع بيحكي لهم حاجات زي كده وهكذا يعني. يعني نسأل الله العفو والعافية، الناس دي بتضر الدين وبتضر الطب وبتضر كل حاجة، والناس دول يعني غير طبعا مشاكلهم الدينية ان هم بينشروا دين فاسد بينشروا دين ملوش اي علاقة بالدين الاسلامي الصحيح، هما كمان بيقلبوا الفئات المجتمع على بعضها يعني. هو كده هيخلي المريض يتحفز اكتر ضد الدكتور، لانه اوهم المريض او اوهم المجتمع اللي بيحكي له ان الدكتور عايز 40,000 يحطهم في جيبه، ولما قال له ما معيش قال له ما معكش ما يلزمكش، وده ما بيحصلش في اي حتة اعرفها انا في الدنيا يعني. تمام. ويزيد لو قلت لك لو حصلت من دكتور يبقى انت رحت للدكتور وحش من الاول، سيبه روح لواحد غيره بس خلاص الموضوع هيبقى خلص. فنسأل الله العفو والعافية، معلش حلقة طويلة شوية بس فعلا الراجل ده غيظني جدا يعني. فنلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.